وخلينا نقول لكم انه مع الخطوات المحسوبه للدوله وجهدها الكبير في التعامل المبكر مع الازمه، واللي جزء منها ايضا كان فكره ايضا وجود دفعه مستمره للاقتصاد والمحافظه عليه، لان هنلاقي انه في مراقبين ومؤسسات دوليه بتقيم الاداء الاقتصادي اللي بيرتبط ايضا بالاداء السياسي وبالاداء اثناء فتره كورونا وبقدره الدوله ايضا على مواجهه الازمات. ويمكن هنشوف مع حضراتكم دلوقتي فيديو نشره مجلس الوزراء عن الاشاده بنجاح الاقتصاد المصري. الفيديو ده كان موجود على شبكه CNN العالميه اللي نشرت تقرير مصور بيشيد بتحسن الاقتصاد المصري وتحقيقه ايضا لمعدلات نمو مرتفعه وصلت ل 5.6% في عام 2019، وده بيخليها ضمن اسرع اقتصادات العالم نموا. ده غير بعض الإشادة من قبل المؤسسات الدولية اللي هنقول لكم برضو على بعض منها، بس نتابع مع حضراتكم الفيديو الأول. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو، اعتقد انه CNN قناه طبعا ذات مصداقيه عاليه جدا في جميع انحاء العالم. وخلينا اقول لكم كمان انه مش دي بس كانت الاشاده الوحيده، يعني اللي يتابع مع حضراتكم هنلاقي انه تقريبا من اقل من يومين كان مدير مكتب شمال افريقيا للامم المتحده في البعثه الاقتصاديه بيشيد بالاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة أزمة كورونا، وبيقول تصريح في منتهى الأهمية، بيقول أنه واثق جدا أنه الاقتصاد المصري في سنة 2021 هيكون عائد بقوة شديدة جدا، وأنه هو هيقدر يتجاوز أزمة كورونا أكثر من كثير من دول العالم. طبعا هو التصريح للسيد خالد حسين، وطبعا ممكن حضراتكم ترجعوا له موجود على تويتر وعلى كتير ايضا من وكالات الانباء العالميه. وقال حتى بالنص روبست جروث ايكونومي، بمعنى انه هيكون في دفعه قويه جدا للاقتصاد مره ثانيه.